انا ما يقول لا انتوا اللي قدكم هنا اياه في البرنامج الحين يظهر الحين جينا والله اني بهذلته عند غازي ان كل شوي وانا داخل اصلا هذا كان اللي تخانت من الجوال خل مني ياخذ الجوال ايش قومك لا ايش قومك شقد خل مني ياخذ الجوال اقسم بجلال الله يا غازي اني بهذلته حلي اني كل شوي وانا داخل يا فلاح عند الغازي حياك الله عارف سلطان ليش عشان الجوال اظن اي يا رجل اتشوف يا فلاح انا شكيت ليش عاد بعد اذنك شعل بيت يا فلاح ها هذا انت قبل شو تقول عبنها ما يقعد صح نعم هالرجال ذي يا طال عمرك ياخذ الغاز حقك اي والله يا فلاح انه يقول بلسانه عشان كذا ما يبي يروح وياخذ الصاجه حقتي بعد شايفه انا بعد عارف كم حبه شو اسمها هذيك كان يجهر رزقي مو عندك حياك الله بس الحلو عليك اسمع حياك الله الله جوكم يا فلاح يا فلاح والله حلو والله ممتع بعد الظهر ذاك اليوم انا ما شفتكم الضحى شفتكم بعد الظهر يوم يوريك الحاجون الجديده حقته اي والله متابعكم والله جلسه حلوه صراحه نحسب انك قلق احسب انك غثيث هذاك انك والله انسان توسع الصدر على التلفزيون صدق المشكله فلاح المشكات من عنده خله هو اللي بالناس يروح من العام ويخلي غلط العام بيشتغل معلك من هذا هو هذا اللي يطلبك من الصبح هذا المشكلات فيه والله العظيم اني من غير ادخل لجيت اصلح القهوه ولا هو بيقول لي لا والله اني انزل غويريه من قزه واحطها لا صار عندنا ضيوف العام العاده حد يقتربه بس خلوه يشتغل وخلوه خلاص محلك ما هو بناقصه شيء تبي بعد شيء سلام خلاص اللي تطلبه من العامل اطلبه مني لو تقومني من اخوي بعلك الرجال ان شاء الله الرجال عنده الهقوه العامل وحين ان شاء الله بياتينا بعد شوي وهو ان شاء الله على الكلام اللي على خاطرنا وخاطر يا اخوي قطع الاعناق قطع الارقاب ولا قطع الارزاق صح وقت تقطع رزق قطع الاعناق ولا قطع الارزاق يا اخي مسكين يا اخوك يا اخي ان ذا الحين يا ولد بلشانين بعمره وش عاد المسكين اللي يدور ما يمشي اموره فلذلك قفل الموضوع ولا عاد تحكي بحد اصلا ما هو بوقت اصلا انك تحكي تعلمنا الضوج عليها طالعين نبغى نبات شاي نبغى انت ها شفت ها طالع يبي بيالك شاي ها هذه شفتك منك عندها رحت لك يا ابن ابي ارجع عندك شاي يا فلاح يا فلاح لا تقول بغيت شاي وانا فلاح صل على النبي يا فلاح شايكم ضيق علي فلاح وماخذ قهوه من عندك وماخذ الشاي من ورا تخليني يا فلاح في الواجهه تخليني انا اللي انا اللي كان قطع الرزق صدق يا فلاح لا تخليني يا فلاح عشان قلت بلد شاي لا تخليني اقول هلا عيدها من بلد شاي الحمد لله هذا فلاح ضيق عليه فلاح وانا ابغى شاي وتحطها يا فلاح صلى على النبي ابو عاصم والله يا فلاح انا لا يجي شيء ولا الاذن انك كل شيء من راسي انا اللي قلت ابغى بيت شاي ابغاك ننظف ونستانس خلاص يا فلاح جاني في ذاك الوقت قطع ما اعرف حتى اتكلم اقسم بالله اني انكتمت يا فلاح اقطع السالفه يا فلاح شو بيقول مثل لهم انكتم الرجال يقول تعبان من سبب فعل بياله شاي فلاح انا اللي مشغله فلاح انا اللي مشغله وش مشغله فيه انت شو تقول الاخطاء اللي يسويها وش يسوي الرجال ما يجلس المح ما انا اللي اقروشه اوجع راسه بالحكي ويطلع وش بعد جوال الجوال يطول العمر انت اللي تاخذه تبيني اقول لي ما اخذه بس ما يجي شيء ما هو جاي شيء خلاص طيب. لا ما اخذ جوال ولا اي حاجه لا طيب وعقبه لا ما اخذ جوال ولا شيء لا يعني عاده مو طالع المحل ولا عاده بيطلع مرة كافية. وإذا جاب يطلع أنا بجي محله. ولا اللي بصلح وبطبع. لا أنا بجي محله بس يعلمني قبل لا يطلع ويروح. لأنه يسحب ثلاث ساعات أربع ساعات. فلاح المهم فلاح لا. يا أخوك لا تلومني. فلاح ضميري فلاح. يمكن عنده ظروف. يمكن عنده ظروف. والله إني عارف الظروف. أنا عارف. والله الذي لا إله إلا هو ما نطلع من البرنامج بإذن الله. لا منتهي الموضوع. خلاص انتهى البارحة الموضوع. في ذمتك. في ذمتك. أقول لك أنا ما قصرت معه هو يستاهل أنا ما قصرت معه موضوع البارح منتي خلاص ها والله العظيم الموضوع إنه نفس الموضوع فلاح فلاح لا ضمير لا تنير ضمير من يقول نبغى بيت شاي أنا حاكيكم من هناك نبغى شباتي نبغى فلا تكفي شباتي صدق شباتي شباتي عنده شباتي إيه شباتي عندي شباتي دجاج أنا عنده الشيخ مثلا مثلي وأنتوا إيش دجاجة أنا قام من النوم نبغى ناكل جابها الله هو جاء الرزقي لا شفت
هي بالشاي يقول هو جاء ما يدري انا ما جاني افرحت ابغى قد الموضوع تقفل الله يجعل بيك الجنه فلاح جاني بتكفى فلاح لا تجاني يا فلاح انا شغلوا لنا المخنا الحب الرزقي مرحبا صحة الدنيا صحة الحياة ما في الذمة الله يصحيك شكمكم ضيقين حد مقول الرزق انت اصبكم الرزق يا ان شاء الله ان جاي والعلم الطيب هالرجال طال عمرك قمتن احاكي امحن صلعنا ها الحين دخلنا داخل ها قلنا نبغى بيت شاي يوم جينا قال مثل حق كذا خاوي فصل المطوح لا فصل ايش يقول قال المطوح العام ما دقت هنا ولا ساعة شو يسوي العامل؟ ما عاد يقدر هنا ولا ساعة. ليه؟ اقرأ عليه اقرأ عليه. ايوه اقرأ عليه. اقرأ عليه. لا قريت عليه وانتهى. بعدين البث اليوم ما انتهى الا الساعة 6. إيه؟ ومعنا ما راح منا الا الساعة 11. هو راح الساعة 6 ورقد. لا الساعة 11. مغري يعطي العيال شاهي، كل منا قالوا تكفى لا تروح صلح لنا صلح. 11 الظهر؟ ها كلنا ما رقدنا الا 11 الظهر يوم انك راقد. وليش ما رقدت انت؟ عندنا عمل. كلكم عندكم عمل كلنا هو ايش دخل فيكم في عمل هو اللي يصلح الشاي لنا ويعطينا ويصلح لنا شنويشات اثرها كذا اثرونه يا ابو اثر بلانا منكم اي ابو ماي سلطان انت دقيقه ما يصدق انا علمه بالصدق طقطق بعط الصدق الصدق يا طويل العمر ان اي شيء تحتاجه منه قومني حتى لو اني في حالات النوم طشني بالماء اسهل ما كان تبيع عندي تبي بعد شيء يا مودمي خلاص عطها العلم عطنا الماء شغل الماء اي شيء اشوف الشيخ فلاح انا بجيب العيد واي شيء تبغاه تاخذها مني تظلم الرجال اخي ترضى حد يظلم اظلم ما فيش تقول صد يوم يقول انه راقد الحين تبيه يقوم الحين ما هو بقايم ان انتم توكم قايمين انت الحين توك تقوم البرايتسي ابن الله ايش جاك يلا اسوي ما شاء بغسل هذا حلالي وارضي هنا بغسل كل شيء نعم يا والله حلالك ترى بيطول عمرك غسل خنزك كان فيك خنز يض خنز والله في قلبك حط الماء في قلبك غسل قلبك غسل قلبك لا والله ما بغسل خلاص شوف شوف وسخت الذي هاي يا رجال ما وسخ حتى تخليها يا فلاح حاول كذا غسلت بعد انت تغسل قلبك معك غسل قلبك معك مني انا بريتسي يقول غسل قلبي تعال يا بريتسي خلنا نغسل قلبك انت فلاح تعال قلبي والله ما يحتاج تغسيل صدق والله لا لا تحلف تحلف يا رجال المع عند الله يا ولد خلاص لا والله خل كل شيء ينظف صدق اخوك يا صبي ولا بصاحي احذيك اصلح الشاهي اي والله اصلح الشاهي ولا القهوة قهوة يا ربي طول عمرك ابو ثقل كم طول كيف رايح اروح نغسل قلبي تعال زين كيف عاد نقعد هناك احنا قاعدين في مسبح جبنا حق سروال سباح هات خل احنا نقعد هنا ولد ايه لا تقعد تنفص بعيونك هذاك اول لا تقعد تنفص بليك وماك يا حبيبي ايه خلاص خلاص لبى والله اشواق خلنا ننزل صلعتك خلاص يا ولد يا يزك خلا تبغى تقول خلنا نلعب على صلعتك في الماء ليه؟ ايه والله من صلعتي زهتي نلعبها في الماء ما كل صلعات طال عمرك بيسحلق بها نعم في صلعات طال عمرك سحلق في صلعات يا سنادي تضرب على الارض وفي صلعات الله خلاص ايه خلاص يا مسلم قال له خليه يعرف الرياجيل كان ما يعرف لا ما يعرف الرياجيل هذا ما هو داهن الا على سحاليق الماء داهن على سحاليق الحظ وجه الله يا صقيع وجه الله يا صقيع نعم والله ما هم منك الرزق بصقعتك خلاص يا مسلم خلاص يا رجال انت لا تشغلني خلاص 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 الله لا يوفق ابليسك طرفها سقعتك اهداك يا محمد يا ابن الزراس ولا بالله انا زراسي كفو كيف قلت يا محمد طيب قول كذا خلينا نشوف قول كذا يا محمد عط الرجال غترته يا ولد ابشر عط الرجال غترته ابشر عط الرجال غترته عيب يا ولد قطع حلاله ايش عندك Yeah.
عسى ما شاء الله. انت مسخن ها؟ شيء وجعك؟ اذكر الله، اذكر الله يا رجال. مدور ذي وما متعوب عليه. عسى ما شاء الله يا ولد. قام تصقع حتى يا ولد. ايه كل ما صقع في الماء قامت قبل وجهه يبرق. والله يا ولد كانه برد الجو، كانه ايوه ايوه برد الجو. ها ابوه. ايش؟ حر القاع. اجلس في البراده انجي. اجلس ولد راح جايب، اعطني بس قهوه واروح للبراده انجيك. كيف محمد جاي يسكى يا محمد؟ محمد الحين بيسرع. ها؟ يلا ابو عينات. هذا الرجال والله ما هو يهز. يلا ابو عينات فارس مني وراك. ارحب يا ابو ثقل بيض الله وجهك. انا 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 شو يقول يا فلاح؟ يقول لا تضغط الا يقوى، يعني يقول لا تسوي فلاح. انا فلاح فلاح منه 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 خلاص خل خل والله مسحناه. لا والله عادها منه. اعطني يا فلاح. انت هذا تقديري صح؟ عندي مره مره ما بعد بفكك يا حش. اربعه اي. يقول تثق فيني. ها ها شوف يا فلاح. اي يا رجال. ها ان شاء الله. الله يبارك فيه. ايه هذه والله ان شاء الله اللي مهي بباينه. هذه والله اللي مهي. يا مسلم خلاص. اللي مهي بباينه. كمل 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 ابو حمد. والله كمل هنا هنا.